منذ قليل نزل لاعبي الفريقين الى ارض الملعب. نازل المستشار فكري عبد الحميد للترحيب بلاعبي الزمالك ضيوف المحله النهارده. وبعدين بيصافح لاعبي المحله. يمثل نادي غزل المحلة النهاردة البلعوطي لحراسة المرمى، خط الظهر من اليمين عصام حسن، خالد كرم وصابر عيد والمحمدي صالح، خط الوسط مكون من ناصر التليس وخالد أبو الفتوح وطه السيد. أما خط هجوم المحلة فمكون من أحمد حسن ومحمود المشائي وخالد عيد. بيمثل نادي الزمالك النهارده ايمن طاهر لحراسه المرمى، خط ظهر نادي الزمالك من اليمين هشام ابراهيم،
هشام يكن واشرف قاسم واحمد رمزي خط الظهر. اما خط وسط نادي الزمالك فمكون من رضا عبد العال، اسماعيل يوسف، وعفت نصار. وخط الهجوم مكون من حماد عبد اللطيف وجمال عبد الحميد وطارق يحيى. استعرضنا بسرعة موقف الفريقين قبل لقاء النهاردة، هنلاقي ان المحلة لعبت 12 مباراة، فازت بستة وتعادلت اربع مباريات واتهزمت مرتين. المحلة ليها 22 نقطة في المركز الثالث. اما الزمالك فلعب 11 مباراة، احنا عارفين ان مباراته مع النادي الاهلي من الدور الاول لغاية دلوقتي لسه ما اتلعبتش. فلاعب الزمالك 11 مباراة، فاز في 8 وتعادل مرتين وهزيمة مرة واحدة، له 26 نقطة وفي المركز الأول. يحكم لقاء اليوم الحكم الدولي محمد حسام، وبيساعده أحمد طه وسمير شعبان. زي ما قلت حضراتكم يكاد يكون ملعب المحلة يمتلئ فيما عدا أجزاء بسيطة خلف المرمى الشمالي، وجزء بسيط في مدرجات الدرجة الثالثة اللي كان فيه بعض الإصلاحات. ونادي غزل المحلة على وجه السرعة قام بإصلاحها. جمهور الزمالك بيحتل المدرجات الجنوبية على يمين الدرجة الأولى. النظام مكتمل جدا خارج الملعب وداخله بإشراف السيد اللواء محمد عبد الفتاح حسبه، مساعد اول وزير الداخليه لمنطقه وسط الدلتا. درجه الحراره حوالي 20 درجه تقريبا، صحيح الشمس مغيمه لكن مفيش برد. جو ممتاز جدا ومثالي لاداء مباراه كره قدم. اللي قاعد في مدرجات الدرجة الأولى هيبقى نادي الزمالك على إيدك اليمين بالفانيلا البيضاء والشورت الأبيض والشراب الأبيض، ونادي غزل المحلة وهو اللي هيلعب ضربة البداية لأن الزمالك هو اللي اختار نص الملعب. ونادي غزل المحلة بفانيلته الخضراء وشورت أسود وشراب أبيض. ده بالنسبة للتلفزيون الملون، أما بالنسبة للتلفزيون الأبيض والأسود هيبقى في فانيلا فاتحة هي فانيلة نادي الزمالك، وفانيلا غامقة وشورت غامق هي رداء نادي المحلة. كرة مع حمادة عبد اللطيف. لطيف يلعبها اماميه لعفت نصار، لكن عصام محسن وناصر التليس بيرجعها للبلعوط. ناصر التليس بيلعبها عند خالد كرم، النهارده بيلعب خالد كرم قلب دفاع. وحماده ماشي لعبه حلوه وبيلعبها بتخبط في دماغ خالد عيد وترجع عند اخوه صابر عيد اللي بيلعبها لناصر التليس للمحمدي صالح الباك الشمال. ماشي ناصر التليس من ناحيه الشمال، ماشي وبيلعبها ل وهات وخد، لكن بيرجعها اشرف قاسم بالعقل الى ايمن طاهر. خلصها اشرف جميلة وماشي اشرف بيلعبها على شماله لعفت نصار. جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، لكن خالد ابو الفتوح بيحط سن رجله وتروح كرة للمحمدي صالح لخالد كرم.
طويله قدام في حته الفاضيه عند خالد ابو الفتوح، خالد عيد وتمشي عاديه لكن مغطي هشام ابراهيم. وماشي عفت نصار ماشي والسكه فاضيه قدامه وبيشوط شوطه جامده لكن على شمال بلعوطي. اول شوطه في الماتش لكن مش بين الثلاث خشبات، بيلعبها عفت نصار اللي بيلعب في خط وسط نادي الزمالك ناحيه الشمال. عدد كبير من جمهور نادي الزمالك بيحضر هذا اللقاء ومالي المدرج الجنوبي باكمله تقريبا، طبعا بالاضافه الى جماهير المحله صاحبه الملعب وصاحبه الارض. الكره مع البلعوطي وحوالي 3 دقائق من بدايه المباراه وما تزال النتيجه التعادل بين غزل المحله ونادي الزمالك. الكره طويله لقدام عند المحمدي اللي متقدم ناحيه شمال ومعاه رضا عبد العال وبيطلعها المحمدي بره رمي التماس لنادي الزمالك. هيلعب الاوت ناصر التليس بيرجع الكوره من مسافه حوالي 35 يارده لصابر عيد وصابر عيد بيديها لناصر التليس اللي بيرجعها للبلعوطي. ناصر التليس بيسقط ناصر وبيستلم الكور من قدام خط الظهر واشرف قاسم بيريحها بدماغه لعفت نصار بيرجعها له تاني. اشرف قاسم يلعبها لحماد عبد اللطيف. اسماعيل يوسف بصدره لكن بتطول من حماده وتروح لنصر التليس بيرجعها لخالد كرم على خط السنتر. عصام حسن الباك اليمين بيرجعها تاني لخالد، خالد كرم لصابر عيد. صابر عيد بيلعبها على شماله لخالد عيد اللي راجع يستلم وهشام يكن يتزحلق وتروح عند الكرة عند رضا عبد العال اللي ماشي للداخل لكن بتاعها منه خالد عيد وبيلعب لعبة الفرملة. هات وخد حلوة لكن برافو رضا عبد العال. حمادة عبد اللطيف هشام ابراهيم اوبر حلوه وطالع البلعوطي يمسكها على طول ويلعبها لطه السيد لاعب ناشئ في فريق المحله كان اشترك في الشوط الثاني من مباراه الاهلي والمحله الاسبوع اللي فات والنهارده بيشترك في المباراه من بدايتها. ونقله حلوه لكن اشرف قاسم مغطي ويلعبها لهشام ابراهيم. رضا عبد العال بيفوتها حماده عبد اللطيف حلوه. محمدي كان مشترك معاه وواخد مكان جميل قوي حماده عبد اللطيف ناحيه اليمين ولعب الاوفر وعاليه والبلعوطي على طول بايده. خالد ابو الفتوح على الارض للمشائي اللي واخد مكانه وعمل تمويهه جميله لكن معاه
اسماعيل يوسف بدماغه برجعها عصام محاسن لخالد كرم. طه السيد احمد حسن قبل ما تطلع. ناصر التليس واول كورنر في الماتش من ناحيه اليمين. واللي هيلعبه ناصر التليس لعبها وحشه على الارض زي ما يكون طارق مستنيها، لكن بتروح الكره لاسماعيل يوسف. اشرف قاسم مدحت مكي الحقيقه مدحت مكي اشترك بعد ما خدنا الاسماء وما كانش في ال 11 لاعب. لكن يبدو انه اشترك في اخر لحظة مكان احمد رمزي. يبقى خط ظهر نادي الزمالك مكون من مدحت مكي نمرة 5، هشام يكن واشرف قاسم وهشام ابراهيم. كرة طويلة امامية عالية. مدحت مكي بيلعب باك يمين ولابس نمرة 5 وهشام يكن واشرف قاسم وهشام ابراهيم، ده خط ظهر نادي الزمالك. واحمد رمزي ما اشتركش. اوفسايد باينه واضحاوي. خالد ابو الفتوح، خالد ابو الفتوح بيلعب في قلب خط وسط نادي المحله بتلعب بثلاثة في خط النص، ناصر التليس في اليمين، خالد أبو فتوح في النص، وطه السيد في الشمال، وبيرجع معاهم أحيانا خالد عيد. الكرة مع جمال عبد الحميد في دائرة السنتر في نص ملعب نادي الزمالك، رجعها لهشام يكن. إسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف عامل مجهود كبير على الكوره لكن فاول على المشائي. ضربه حره غير مباشره لصالح نادي الزمالك. وعلى ساعتي انا فات حوالي 10 دقائق من الشوط الاول، وما تزال النتيجه التعادل بين نادي غزل المحله ونادي الزمالك في الاسبوع رقم 13 من مسابقه الدوري العام للانديه الممتازه. طارق يحيى يلعبها لاشرف قاسم لهشام يكن. هشام يكن لعبها على الارض حلوه لعفه نصار اللي بغير مكانه ناحيه الشمال ومعدي وماشي وحط لعيب في ظهره هيلعبها اوفر، لكن مشي بيها حلوه قوي قوي عفه نصار، وكانت بقى عايزه اوفر مظبوط، لكن الكوره ما لبستش في رجله كويس وتطلع كرة بره ضربة مرمى لنادي غزل المحلة. محمدي صالح بيلعبها لخالد عيد، ماشي من ناحية الشمال خالد عيد، ومدحت مكي بيرجع الكرة لأيمن طارق. هشام إبراهيم الباك الشمال لنادي الزمالك النهاردة لأشرف قاسم. إسماعيل يوسف يعدي من ناصر التليس وماشي لعبها لمدحت مكي الباك اليمين، ومعاه على يمينه لكن بيلعب اوفر وبيلعبها بدماغه عفت نصار، يمسكها البلاوتي على طول. وهشام يكن بينط عالي ويطلع كوره بره رمي التماس لنادي المحله. عصام حسين الباك اليمين، فاول على هشام ابراهيم.
ضربة حرة مباشرة تتلعب على طول. طه السيد، أحمد حسن لطه السيد، ناصر التليس، صابر عيد، ناصر التليس إلى محمدي صالح الباك الشمال، ولأحمد حسن ناحية الشمال برضو، وبرأس الداخل ورفع أوفر وداخل عصام حيسم بدماغه لكن ضعيفة. أيمن طاهر، هشام إبراهيم، عفت نصار، إسماعيل يوسف، رضا عبد العال لعبها خلصها كويسه لجمال عبد الحميد، ياخد يديله تاني جمال عبد الحميد وياخد له مكان ناحيه اليمين، وماشي جمال وعاوز يرفع الكورنر، عاوز يرفع الكوره تخبط في رجل جمال عبد الحميد وتطلع الكوره بره اوت، رمي التماس لنادي الزمالك. جمال عبد الحميد جري جاريه كويسه من ناحيه اليمين، لكن المحمدي كان حاطط رجله مع كوره ف بتيجي في رجله تطلع كرة بره، رمي التماس لنادي الزمالك. اسماعيل يوسف لعبها طويله وجمال عبد الحميد بدماغه وطالعه، فرصه كبيره، مدي ضربه مرمى مفيش اي حاجه، لو كانت الكوره ما عدتش فوق العارضه كان ممكن انها تسقط ويبقى في كلام تاني. محمد صالح بيتكلم مع البلعوطي وبيقول له لبعضهم محدش يعتمد على الثاني، كل واحد بيلعب على لازم يلعب على صفارة الحكم. ضربة مرمى للمحلة، خالد كرم بيرجعها للبلعوطي. خالد كرم النهارده بيلعب مكان طارق النجار اللي واخد الانذار الثاني، وبالتالي ما بيلعبش مباراة اليوم طارق النجار قلب دفاع المحلة من اللاعبين الصاعدين الممتازين. وخالد كرم اللي بيلعب اصلا باك يمين النهارده بيلعب قلب دفاع. ورضا عبد العال ماشي كويس رضا، وبيرجعها المحمدي، وفي صفاره قبل المحمدي ما يرجعها، وفي رضا عبد العال واقع خبطه غير مقصوده، وجنبها الكابتن محمد حسام الحكم الدولي، ومدي ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. وبالمناسبة الكابتن محمد حسام تم اختياره مع خمس حكام اخرين، هو يعني ست حكام، هو الوحيد من افريقيا وخمس حكام اخرين من اوروبا لادارة تصفيات قارة اسيا لكأس العالم الناشئين تحت 20 سنة اللي هتقام في سوريا. ضربة المرمى لعبها أشرف قاسم لمدحت مكي لهشام يكن لأشرف قاسم، هشام يكن لهشام إبراهيم، إسماعيل يوسف، جمال عبد الحميد، هشام إبراهيم اللي جمال عبد الحميد، وطويله اماميه عاوز يلعبها بينيه عشان تروح لرضا عبد العال، لكن مغطي خالد كرم. صابر عيد بيلعبها للمحمدي صالح، حوالي 16 دقيقه من الشوط الاول وما تزال النتيجه التعادل 0-0 بين غزل المحله والزمالك. ناصر التليس وبيحاول يشوط من بره منطقه الجزاء بحوالي 12 يارده تقريبا، تطلع كوره ضعيفه بره القائم اليمين لايمن طاهر، ضربه مرمى تتلعب على طول بسرعه، رضا عبد العال وتطلع الكوره من رضا عبد العال وتطلع بره، تبقى رمي التماس لنادي غزل المحل. محمدي صالح فوتها خالد عيد لنفسه وبرجله الشمال وعرضيه ويطلعها هشام يكن بدماغه. عماد عبد اللطيف وفاول على
ناصر التليس، هشام ابراهيم، حلوه لاسماعيل، وتخبط الكوره في عصام حسن باك يمين للمحله وتروح لخالد كرم اللي بيرجعها للبلعوطي. خالد عيد ياخدها منه مدحت مكي وبيشوط شوطه جامده، لكن فوق العارضه بحوالي مترين تقريبا، ضربه مرمى لنادي غزل المحله. متقدم دلوقتي من فريق نادي المحله احمد حسن والمشائي، وبيسقط خالد عيد، وفي تحركات بتتم بين خالد عيد واحمد حسن وخالد ابو الفتوح، وكره مع اسماعيل يوسف، ماشي اسماعيل لعبها حلوه، هات وخدها هو جمال عبد الحميد، وفي رايه وفي صفاره اوف سايد، رايه وصفاره ورافع ايده كابتن محمد حسام، ضربه حره غير مباشره لتسلل اسماعيل. ناصر التليس، المشائي اللي بيلعب راس حربه لفريق غزل المحله، تطلع كره بره، رمي التماس بيسيبها احمد حسن لعصام حسن الباك اليمين، لسه الكره داخل الملعب، عصام حسن وبيلعب اوفر عاليه داخل منطقه الجزاء عند المشائي ومعاه مدحت مكي، وبيحصلها حماد عبد اللطيف قبل ما تطلع بره، مدحت مكي، عفت نصار، اشرف قاسم، مدحت مكي، حماد عبد اللطيف، حماد عبد اللطيف لاشرف قاسم لاسماعيل يوسف، جمال عبد الحميد، خمس ست نقلات لفريق نادي الزمالك، وادي اول تمريره اماميه لكن حظه وحش، عفت نصار تطلع منه بره اوت جنب اللاين مان، رافع الرايه سمير شعبان، كوره حلوه والمشائي ومعاه اشرف قاسم وبيلمها، ولسه المشائي بيفكر وبيلعبها عرضيه لكن تطلع، خد وقت طويل المشائي في التفكير لان ما كان معاه اشرف قاسم لوحده، لكن برضه نلتمس العذر لانه كان في زاويه ضيقه متطوح ناحيه الشمال. اشرف قاسم لجمال عبد الحميد، حلوه مع رضا، رضا عبد العال، وماشي رضا، ورضا سريع ولعبها لكن عفت نصار اوف سايد، اوف سايد. رايه وصفاره، سمير شعبان اللي ماسك فراوده نادي الزمالك، احمد حسن، محمدي صالح عند المشاي بيلمها كويسه وبيشوط شوطه جامده، لكن برافو ايمن طاهر بيمسكها. مشاي اللي احنا عارفينه هو اخر لاعبين اللي انضموا للفريق القومي، حماد عبد اللطيف بيدور حماده على صغرى، يلعب منها كرة طويلة أمامية، وكرة مشتركة بين صابر عيد ورضا عبد العال، رجعها صابر عيد للبلعوطي. خالد أبو الفتوح، ناصر التليس، عصام محيسن الباك اليمين، طويلة أمامية وأشرف قاسم بدماغه بتروح لطه السيد اللي بيلعبها جامدة، ومحمدي ما يقدرش يوقفها فتطلع كورة بره، رمي التماس لنادي الزمالك اتلعب على طول،
ده ملحن حميد بيلعبها لحماده عبد اللطيف وتطول من حماده. ناصر التليس لخالد عيد. خالد عيد لاعب خط الوسط وبيكمل من ناحيه الشمال. هاتوا خد هو وطه السيد. خالد عيد الشمس طلعت شويه. اسماعيل يوسف وفاول اتحاش اسماعيل قبل ما يوصل للكوره. برافو كابتن محمد حسام صاحي للكوره. طه السيد كان حايش شويه اسماعيل يوسف. 20 دقيقه الاولانيين من بدايه المباراه كانت المباراه سريعه، ابتدت في الدقيقتين الاخيرتين تاخذ طابع البطء شويه. مدحت مكي ومعاه خالد عيد بيطلعها بيخطفها منه مدحت مكي ويطلعها بره اوت. رمي التماس لنادي غزل المحله واللي هيلعب الاوت محمد صالح لطه السيد. خالد ابو الفتوح عصام محاسن صابر عيد طويله اماميه داخل منطقه الجزاء مدحت مكي بدماغه ومغطي هشام يكن. هشام يكن بيلعبها على يمينه لرضا عبد العال اللي بيلعبها لاشرف قاسم. واشرف قاسم بيلعبها لعفت نصار الى مدحت مكي لحمادة عبد اللطيف اللي بيلمها لنفسه حلوه قوي ويلعبها عكسيه جميله عند طارق يحيى. وطارق يحيى بيوقفها حلوه وهو وعصام محسن وبيتجه للداخل ويلعبها عرضيه لكن صابر عيد بيطلع الكوره بشماله ويحصلها مره ثانيه صابر عيد ويحط رجله مدحت مكي لكن بتروح لخالد ابو الفتوح. من خالد ابو الفتوح لخالد عيد للمشائي. المشائي ناحيه الشمال ولسه الكوره جوه الملعب وحاطط رجله هشام. مدحت مكي اسماعيل يوسف. اسماعيل يوسف هو اللي كان مع الكوره ديت وبيطلعها كورنر من ناحيه الشمال. 24 دقيقه على ساعتي من بدايه المباراه وما تزال النتيجه تعادل 0-0 بين غزل المحله ونادي الزمالك في الاسبوع رقم 13 من مسابقه الدوري العام للانديه الممتازه. كورنر من ناحيه الشمال واللي هيلعبه ناصر التليس برجله اليمين ولعبها صغيره لاحمد حسن ياخدها ناصر التليس لكن اسماعيل يوسف. برافو اسماعيل عامل مجهود كبير اسماعيل في الوسط وبيدافع ويرجع يساعد خط الدفاع. ورمي التماس لنادي الزمالك. مدحت مكي بيلعبها لاشرف قاسم. اسماعيل يوسف على الارض لجمال عبد الحميد اللي ماشي لكن بتضيع الكوره ما بين جمال عبد الحميد وحماد عبد اللطيف لكن بياخدها تاني رضا عبد العال ويلعبها لحماد عبد اللطيف وحلوه لكن محمدي بدماغه وفاول على مدحت نصار. ضربه حره مباشره لنادي غزل المحله. صابر عيد احمد حسن لخالد ابو الفتوح. صابر عيد ديرت رقابه لصيقه من رضا عبد العال لناصر التليس لما بتقدم وطالع ايمن طاهر وبدماغه وتقع كوره من ايمن طاهر وبيشوط شوطه جامده. خالد ابو الفتوح تخبط في دفاع نادي الزمالك وترجع لخالد كرم اللي بيلعبها في داخل منطقه الجزاء وبينط هشام يكن وتوصل الكرة لأيمن طاهر. لعبها أيمن طاهر بالبوكس لكن تيجي لناصر التليس اللي لعبها بدماغه وتوصل لخالد أبو الفتوح اللي بيشوط شوطة جامدة تخبط في دفاع نادي الزمالك.
ده الفرصة اللي فاتت واللي شفتوها كلكم حضراتكم لهجوم نادي المحلة. الكرة مع حمادة عبد اللطيف ناحية الشمال، هو والباك اليمين عصام حسن، وعلى رجل الشمال لعبة حلوة جميلة، والبلعوطي بيمسكها على مرتين بين ايديه الاثنين. لو عدت في البلعوطي كان في دماغ جمال عبد الحميد مستنية. ماشي خالد ابو فتوح ناحية الشمال، وفي فاول على خالد ابو الفتوح، على خالد عيد. خالد عيد 4 و14، خالد ابو الفتوح 14 وخالد عيد 4. هشام ابراهيم هات وخد لطارق يحيى، وطارق يحيى من ناحيه الشمال وبيلم وعلى رجله اليمين ورجع تاني لعبها برجله الشمال وطالع البلعوطي مسكها وبايده البلعوطي على طول لخالد عيد اللي عاوز يلعبها بشكل جميل، لكن ما تجيش. اهو صلح لعبته تاني ولعبها لخالد ابو الفتوح للعبها لاحمد حسن، وتاني المباراه ابتدت تاخد طابع السرعه، واحمد حسن بيشوط شوطه جامده وطالع ايمن طاهر، برافو يا ايمن، وتروح لخالد عيد هو واسماعيل يوسف، واحمد حسن تروح له ناحيه الشمال واللي عايز يلعبها بليسنج، برافو ايمن طاهر. احمد حسن عاوز يلعبها بداخل القدم عشان تلف تروح في الزاويه البعيده على شمال ايمن طاهر، لكن ايمن طاهر صاحي للكوره، وكان قبل كده طلع ايمن طاهر ولعب كوره كويسه. جمال عبد الحميد لعفت نصار، هشام ابراهيم، حماده عبد اللطيف، ماشي حماده يلعبها على الارض لمدحت مكي، لحماده عبد اللطيف، ثلاث اربع دقائق اللي فاتوا كان اللعب لصالح نادي المحله، وابتدى نادي الزمالك يسيطر مره ثانيه على مجريات اللعب في وسط الملعب. لكن المحله فيها طه السيد لعيب الصاعد الجديد هو وخالد ابو فتوح ونصر التليس، ومعاهم خالد عيد، عاملين شغل كبير قوي من ناحيه الشمال، ورمت تماس لنادي الزمالك رضا عبد العال، رضا عبد العال لهشام يكن، هشام يكن جمال عبد الحميد، وما طلعش مدحت مكي، ياخدها احمد حسن، طه السيد، لكن هشام يكن بيقطع كوره بدماغه تروح لحماده عبد اللطيف، وفاول على حماده عبد اللطيف. وقع خالد ابو الفتوح بيتألم، لكن طبعا مش مقصوده. نازل له رجال العلاج الطبيعي. جهاز نادي المحله مكون من كابتن محمود الشناوي مدرب العام، عبد الرحيم خليل مدير الكوره، كابتن خرشد مدرب حراس المرمى، عبد الجليل ابو عيش مدرب اللياقه، ودكتور طلعت نصار، والدكتور محمد عطيه للطب والعلاج الطبيعي، وسمير حبشي للتدليك والاسعافات الاوليه. احتياطي غزل المحله النهارده سامي عبود ومصطفى الزفتاوي وعبد العظيم الشورى وسمير عوض وطارق عبده. ضربة مرمى لنادي غزل المحلة اللي هيلعبها صابر عيد، لعبها داخل منطقة الجزاء عالية، ومدحت مكي وتروح الكرة للمشائي ناحية الشمال، ومعاها هشام يكن بيخلصها، هشام يكن بيرجعها لأيمن طاهر، وفي لاعب من نادي غزل المحلة واقع في الكرة المشتركة اللي فاتت داخل منطقة جزاء نادي الزمالك، وماشي حماده عبد اللطيف
هشام ابراهيم، حماد عبد اللطيف، هشام ياكن، مشترك معاه نصر التليس، بتروح الكره لعفه نصار اللي بيرجعها لايمن طاهر. حوالي 32 دقيقه على ساعتي وما تزال النتيجه 0-0 بين نادي غزل المحله ونادي الزمالك. وايمن طاهر الحقيقه روح طيبه، طلع كره بره وجمال عبد الحميد بياكد انها تطلع بره عشان يروح الحكم ويشوف لاعب المحله الواقع داخل منطقه الجزاء، وهنشوف مين اللاعب اللي واقع. مباراه واخده طابع الرقابه اللصيقه لمفاتيح اللعب في وسط الملعب. رضا عبد العال واسماعيل يوسف وعفت نصار من طه السيد وخالد ابو الفتوح وناصر التليس، وبيرجع معاهم خالد عيد عشان يعمل كسره عدديه لخط الظهر اللي واقع محمدي صالح وخرج بره الملعب للعلاج. وبكده يبقى المحله بتلعب 10 لاعبين لغايه لما نشوف محمدي صالح ان شاء الله يكون سليم ويرجع تاني ينضم لفرقته. محمدي صالح من اللعيبه الممتازين، والمشائب لعبها عند احمد حسن ويلمها احمد حسن لما تطلع الاوت، واحمد حسن بيلعب اوفر وبدماغه لكن جامده شويه. خالد عيد كانت الكوره جايه تعلى منه وفاول على خالد عيد. يظهر كان حاطط ايده وهو بينط، مدي الكابتن محمد حسام ضربه حره لنادي الزمالك. اتلعب الكره على طول رضا عبد العال، مشترك معاه طه السيد زي ما بقول لحضراتكم، بيلعب طه السيد مان تو مان مع رضا عبد العال. بتروح الكره لجمال عبد الحميد، وعلي محمدي رجع تاني ونزل سليم، وبقت المحله مره تانيه مكتمله الصفوف. كره من البلعوطي جامده، ياخدها مدحت مكي يلعبها لاسماعيل لرضا عبد العال اللي بيرقص طه السيد وتخلص منه بلعبه واحده ولعبها ناحيه الشمال لعفت نصار. وعفت نصار عاوز يعدي من عصام حسين، كان في طارق يحيى على شماله، لو كان بص جاي له كان عامل مجهود كبير الحقيقه طارق يحيى في الكره اللي فاتت ديت، لكن يظهر ما تنبهش عفت نصار ان طارق جاله. خالد عيد معاه هشام ابراهيم، طارق يحيى لرضا عبد العال وحلوه وجمال عبد الحميد، وجمال عبد الحميد بيلعبها شوطه في ايد البلعوطي عدت. محمدي كان موجود معاه، يظهر لسه محمدي متاثر من الاصابه، شايفه انا بيمسك وشه البلعوطي عند خالد عيد، وفاول على مدحت مكي، لكن كفاح كبير جدا من الفريقين، وفاول على ناصر التليس زائد رضا عبد العال. لعب الكرة على طول بين اشرف قاسم ورضا، ويطالع اشرف قاسم لكن مغطي طه السيد ومغطي محمدي صالح. صبر عيد طويلة أمامية عند المشائي، وهشام ياكن بدماغه على جنب، بتروح لخالد أبو الفتوح، وخالد أبو الفتوح بيلعبها على شماله لكن تطول وتطلع كرة بره ضربة مرمى لنادي الزمالك. مباراة سريعة من الفرقتين وكفاح من كفاح رجولي الحقيقة من كل لاعب في الملعب، وكل لاعب بيحاول ان هو يبذل اقصى ما عنده من جهد، لكن في كفاح اكتر ما بين لاعبي خط الوسط في الفرقتين. واشرف قاسم في كوره متقدم بيها يلعبها ناحيه اليمين لرضا عبد العال، وماشي رضا يلعبها جميله عند طارق يحيى، وطارق يحيى اوف سايد. تلعب الكوره على طول سريعه واوف سايد هنا
شوف بقول لحضراتكم الكوره اوف سايد هنا في ثانيه بتتنقل تبقى هجمه على الفريق الثاني في ثانيه. اوف سايد هنا واوف سايد هنا بالحقش. يمكن بنقول للفراوده دايما بعد انتهاء الهجمه عليه ان هو يطلع من الاوف سايد عشان ما يضيعش جهد زمايله. ورضا عبد العال، طارق يحيى، طارق يحيى جاي له بقى المره دي على شماله رضا عبد العال من ناحيه الشمال ومعاه خالد كرم ومدي حسام ضربه حره غير مباشره على رضا عبد العال ولصالح نادي غزل المحله. بلعوطي بايده للمحمدي صالح الباك الشمال. حوالي 37 دقيقه من الشوط الاول وما تزال النتيجه التعادل 0-0 بين غزل المحله والزمالك. طه السيد بيلعبها للمشائي ناحيه الشمال مع هشام يكن وبيعدي وماشي وماشي مفيش حاجه. محمد حسام جنب اللعبه وبيدي انذار للمشائي. لا شك انها في تقدير الكابتن محمد حسام لانه جنب الكوره وشايف اللعبه وشايف ان ما يستاهلش ان يدي ضربه جزاء للمشائي لان الكوره مشتركه بين المشائي وبين هشام يكن. طه السيد لعصام حسن، لطه السيد لعصام حسن ومعاه طارق يحيى اللي بيلعبها وهو بيتزحلق لاسماعيل يوسف وماشي اسماعيل وجمال عبد الحميد. عفت نصار تطول من عفت، الكره مشتركه بين عفت نصار وطارق يحيى بيشوطها عصام حسن وتيجي في طارق يحيى وتطلع بره. رمي تماس لنادي المحله. 39 دقيقه من الشوط الاول وما تزال النتيجه التعادل 0-0. كوره مع احمد حسن، محمدي صالح، خالد عيد، ناصر التليس واسماعيل يوسف بيلعبها بفدائيه من قدامه يلعبها لرضا عبد العال هو حمادة عبد اللطيف لكن طويله وتطلع الكوره بره او ترمي التماس لنادي غزل المحله. خالد عيد وفاول على عفت نصر. فاول للمحله يلعبها صابر عيد لعصام حسن. احمد حسن لعصام حسن عايز يلعبها بينيه لكن يحصلها احمد حسن وتطلع تطول منه ويتعمد مسك الكوره بايده انذار. عصام حسن انذار لانه وقف الكوره متعمد. انذارين في دقيقتين تقريبا لفريق المحله. المشائي ثم عصام حسن. حماده عبد اللطيف لهشام يكن لاشرف قاسم. عفت نصار لهشام لاشرف قاسم. المشائي المشائي بيعدي ولعبها لاحمد حسن ناحيه اليمين وماشي احمد حسن وبيلعبها اوفر والكوره في ايد ايمن طاهر بايده على جنب لمدحت مكي. حوالي 41 دقيقه من الشوط الاول في الخمس او اربع دقائق اللي فاتوا. الكفه راجحه الى حد ما لجانب او لصالح نادي غزل المحله. الكره مع ناصر التليس وشوطه جامده تخبط في هشام يكن وتروح لعفت نصار اللي بيرجعها لايمن طاهر.
رضا عبد العال، طارق يحيى عمل نفسه هيلعب ناحيه الشمال وراح بكره ناحيه اليمين لاسماعيل يوسف، بيقطعها خالد ابو الفتوح الى خالد عيد. خالد عيد اللي بيلعب خط الوسط بيكمل من ناحيه الشمال خالد عيد، وبيلعبها لعصام حسن الباك اليمين اللي بيلعبها لاحمد حسن، واحمد حسن بيلعبها عرضيه لكن هشام ابراهيم صاحي، وبيلعبها لاسماعيل يوسف لرضا عبد العال لحماده عبد اللطيف. ماشي حماده، ماشي وتخلص من خالد ابو الفتوح ولعبها، عاوز يلعب اوفر لكن طالع خالد كرم، الكرة تيجي بخالد كرم وتقلش منه، وكان البلعوطي طلع من مرماه ولذلك خالد كرم اضطر ان هو يلعب الكرة بره ويوديها كورنر. كورنر من ناحية اليمين. حوالي 42 دقيقة من الشوط الأول، الكورنر من ناحية اليمين لصالح الزمالك واللي هيلعبه مدحت مكي. ولعبها محمد الصالح بيطلع بدماغه، طه السيد بدماغه للمشاعي بيخلصها حلوه لنصر التليس واحمد حسن. هجمه مرتده سريعه، احمد حسن ومعاه هشام ابراهيم الباك الشمال لنادي الزمالك، لسه الكره مع احمد حسن بيلعبها للمشاعي والمشاعي بيلعبها المشاعي في الدقيقة 43. محمد وأحمد حسن. هجمة مرتدة سريعة. أحمد حسن ومعاه هشام إبراهيم الباك الشمال لنادي الزمالك. لسه الكرة مع أحمد حسن بيلعبها للمشاعي والمشاعي بيلعبها. الدقيقة 43 من الشوط الأول، نادي الزمالك هيلعب الضربة الموضعية. رضا عبد العال، ماشي رضا ولعبة بيطلعها بالزحلقة لمحمد صالح، روح للمشائي، مشائي لمحمد صالح الباك الشمال، ماشي وبيشوط شوطة عالية من حوالي 35 ياردة، تبقى ضربة مرمى لنادي الزمالك. على ساعتي تقريبا خلص الوقت الأصلي من الشوط الأول، النتيجة تقدم نادي المحلة بهدف، جابوا المشاي في الدقيقة 43. وقف دفاع الزمالك على اعتقاد ان المشائي اوفسايد، لكن لا حامل الرايه ولا حسام عدة الاوفسايد، ويحط المشائي جول الاولاني ولعبها احمد حسن زي ما شفتوا، كره ضعيفه في ايد ايمن طاهر اللي بيلعبها لمدحت مكي، ومدحت مكي ما يقدرش يوقفها وتطلع كره بره رمي التماس لنادي المحل. حوالي دقيقة من الوقت بدل الضايع ورمي التماس للمحلة. خالد أبو الفتوح لطه السيد لعصام حسن لصابر عيد، وصابر عيد بيلعبها لمحمد صالح لخالد كرم وطه السيد في مساحة فاضية، عامل مجهود كويس طه السيد. أشرف قاسم بدماغه لرضا عبد العال لعفة نصار
حيفا النصار، لسه كوره مع حيفا النصار بيخطفها من قدامه طه السيد وتروح لخالد عيد اللي جاي مغير مكانه في الشمال وجاي هنا ناحيه اليمين، خالد ابو الفتوح لاحمد حسن لعصام محسن صابر عيد وناصر التليس بيرجع تقريبا من دايره السنتر عشان يستهلك الوقت المتبقي من زمن الشوط الاول. والبلعوطي المشاعي هشام ابراهيم طويله اماميه خالد كرم بدماغه لناصر التليس ماشي ناصر لعبها لصابر عيد لخالد عيد ماشي خالد عيد لعبها ناحيه اليمين لخالد ابو الفتوح اللي متقدم ورا فراودته ولعبها عرضيه خطره لكن بيطلعها مدحت مكي وتروح لرضا عبد العال لحماده عبد اللطيف ماشي حماده عبد اللطيف لكن بتخبط الكره في المحمدي وتروح لاحمد حسن لخالد ابو الفتوح لطه السيد وماشي طه السيد لعبها بينيه لكن طويله بيطلع ايمن طاهر ويلعبها لاشرف قاسم لاسماعيل يوسف وثلاث دقائق على ساعتي انا دقيقه 48 بنلعب محله واحد الزمالك صفر كره طويله بيسيبها البلعوطي ضربه مرمى للمحله في اكتر من لاعب اصيب وتم علاجهم في الملعب ولا شك ان الحكم هو الميقاتي الوحيد وهو اللي بيستوفي زمن المباراه وتقدير الوقت الاضافي متروك له تماما. خالد كرم وبيصفر الكابتن محمد حسام بينهي الشوط الاول وزي ما تابعتوا حضراتكم تقدم نادي غزل المحله بهدف لا شيء جابوا المشاعي في الدقيقه 43. سيداتي انساتي أخرى سيداتي أنساتي سادتي نحييكم من استاد نادي غزل المحلة بمدينة المحلة الكبرى حيث نتابع معا الشوط الثاني من مباراة كرة القدم بين فريقي غزل المحلة ونادي الزمالك التي انتهى شوطها الأول بتقدم نادي غزل المحلة بهدف للا شيء جابوا المشائي في الدقيقة 43 بيمثل الفرقتين النهارده المحله البلعوطي لحراسه المرمى وعصام حسن وخالد كرم وصابر عيد والمحمدي صالح. خط الوسط مكون من ناصر التليس وخالد ابو الفتوح وطه السيد وخالد عيد. اما خط هجوم المحله فمكون من احمد حسن ومحمود المشاعر. بالنسبه لنادي الزمالك بيمثله النهارده هيمن طاهر لحراسه المرمى. خط الظهر مكون من مدحت مكي وهشام يكن واشرف قاسم وهشام ابراهيم. خط الوسط مكون من رضا عبد العال واسماعيل يوسف وعفت نصار. اما خط الهجوم الزمالك فمكون من حماد عبد اللطيف وجمال عبد الحميد وطارق يحيى. الحقيقه قبل ما نتوجه للميكروفون مباشره كان المسؤولين في نادي الزمالك ادونا اسم احمد رمزي لكن يبدو انه في اللحظات القليلة قبل المباراة مباشرة حصل شد لأحمد رمزي فوجئنا بوجود مدحت مكي في مركز الظهير الأيمن وهشام إبراهيم في مركز الظهير الأيسر. المباراة كانت ابتدت متكافئة من الفرقتين. ثم تبادل
كل من المحلة والزمالك السيطرة على المباراة في أجزاء من الشوط الأول، وتقريبا من بداية الدقيقة 35 من الشوط الأول أصبح هناك سيطرة من المحلة على خط الوسط، وبالتالي قدرت إنها تشن هجمتين ثلاثة على فريق نادي الزمالك، ومنها أحرز المشائي هدف المحلة اللي وقف دفاع الزمالك على إن المشائي متسلل، لكن الحكم ومساعده أصروا على إن المشائي مش متسلل، وبكده تقدمت المحلة بالهدف بتاعها في الدقيقة 43. اللي أنا شايفه بالنسبة لنادي الزمالك إن في سيطرة من خط وسط المحلة على خط وسط الملعب، ورقابة لصيقة من لاعبي المحلة على لاعبي وسط نادي الزمالك، وقلة استغلال طارق يحيى وجبهة الشمال بصفة عامة في نادي الزمالك، ويمكن عدم نزول أحمد رمزي مفاجئ هو اللي خلى شيء من الارتباك في الجبهة اليسرى في نادي الزمالك. منذ ثواني قليلة ابتدت المباراة، وهتبقى غزل المحلة على ايدك اليمين والزمالك على ايدك الشمال. مفيش تغيير في الفرقتين، وفي فاول على طه السيد، وقع رضا عبد العال بيتألم ورايح له كابتن محمد حسام. عفت نصار هو اللي واقع. جهاز كرة القدم بنادي الزمالك مكون من الكابتن عصام بهيج مدير فني، ومعاه محمود سعد ومحمد توفيق مدربين مساعدين، ومعاهم ايضا محمد الشناوي مدرب حراس المرمى، وسمير السيد اداري، ممدوح مصباح طبيب، وحمدي حافظ ذو الفقار الجمل لعلاج طبيعي. في احتياطي نادي الزمالك النهارده كان في الاصل محمد مدحت مكي، مع الحقيقه ما نعرفش مين اللي حل مكانه في احتياطي نادي الزمالك، هل هو احمد رمزي ولا لاعب تاني. وفي ايضا محمد حلمي وعماد صلاح واحمد الشاذلي. وفي اوفسايد على الزمالك وضربه حره غير مباشره داخل منطقه الجزاء اللي هيلعبها البلعوطي ومعاه صابر عيد. بلعوطي طويله بايده توصل لغايه خط السنتر لناصر التليس ويلعبها لطه السيد، لكن بيطاح اسماعيل يوسف وطارق يحيى احمد حسن، واحمد حسن بيلعبها لخالد ابو الفتوح، لطه السيد الى خالد ابو الفتوح الى خالد عيد، هتاخد هو وخالد ابو الفتوح، يلعبها اشرف قاسم، مدحت مكي ويلعبها عالية، وجمال عبد الحميد بدماغه ويلعبها حلوة. جمال عبد الحميد جميلة، لكن البلعوطي صاحي ومعاها وبيحوش البلعوطي جول اكيد. احمد الشاذلي بيلعب من بداية الشوط الثاني مكان رضا عبد العال. وبيلعب احمد الشاذلي ناحية اليمين عشان يزود النشاط الهجومي لفريق نادي الزمالك. كوره مع اشرف قاسم لعبها لحماده عبد اللطيف، ماشي حماده معاه خالد ابو الفتوح، ماشي لسه حماده، وتتاخد من حماده ناصر التليس
خالد غريب. التليس بيلعبها عرضيه، كان هشام ابراهيم بيوقفها بيحطها تحت سيطرته ويرجعها لايمن طاهر. اسماعيل يوسف، جمال عبد الحميد، هات وخد هو اسماعيل، لكن بتروح لجمال عبد الحميد وتروح لاسماعيل يوسف الواحد. اسماعيل وبيشوط شوطه جامده وتعدي، مش معقول مش معقوله. اسماعيل يوسف كان متطرف شويه ناحيه اليمين وبيلعب الكوره في الزاويه البعيده، وتطلع كوره بره ضربه مرمى لنادي غزل المحلي. اسماعيل عامل مجهود كبير فيها اسماعيل، لكن اتطوح ناحيه اليمين حاجه بسيطه وشاط الكوره في الزاويه البعيده يا دوبك جنب القائم اليمين بره، ضربه مرمى لنادي الزمالك. تاني جمال عبد الحميد، ماشي جمال وسط ثلاثه وماشي وبرجله الشمال وبتطول من جمال عبد الحميد، عصام الحسن بيحط رجله فيها ويرجعها للبلعوطي. نصر التليس واحمد حسن ناحيه اليمين والاوبر، ولسه كره جوه الملعب لاشرف قاسم. ماشي اشرف بيلعبها لحماده عبد اللطيف، طويله لكن خالد كرم بيعليها. هشام ابراهيم، الشاذلي، اسماعيل يوسف، ماشي اسماعيل بيسيبها لعفت نصار، للشاذلي، والمحمدي بيرجع الكوره للبلعوط. البلعوطي بيشوط شوطه في نص ملعب نادي الزمالك، بيجري عليها مدحت مكي ويسيبها وياخد رمي التماس. لعبها على طول لاشرف قاسم لمدحت مكي، حوالي 7 دقائق من الشوط الثاني، وما تزال النتيجه تقدم المحله بهدف الى شيء. جابوا المشاهد في الدقيقه 43، كره اماميه لعفت نصار، وعفت نصار بيحوشوا خالد ابو الفتوح، وضربه حره غير مباشره لنادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك بيشجع فرقته بحراره، واللي هيلعب الضربه الحره غير المباشره حماده عبد اللطيف، ومن مكان احسن من كورنر، ومتقدم اشرف قاسم واسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد، وطالع بالعوطه بيحط صوابعه فيها ويبعدها، يروح لجمال عبد الحميد ولسه خطره وبيطلع البلعوطي ويمسكها وما تقعش من ايده، وبيلعب كوره بايده البلعوطي عشان يعمل هجمه مرتده وفاول للمحله. بتلعب الكوره لسه، بيرجع محمد حسام، بيرجع كوره ما كانتش في مكانها. صابر عيد اخصائي الضربات الثابته في فريق المحله هو اللي هيلعب الفاول. صابر عيد بيشوط شوطه بالعرض تروح لخالد، خالد عيد، وخالد عيد بيدور على الكوره وبيتلفت حواليه لغايه لما تطلع كوره بره، ضربه مرمى لنادي الزمالك. مدحت مكي، اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف في وسط اثنين وياخد فاول. مدحت مكي بيلعبها لاسماعيل، اسماعيل بيلعبها لعفت نصار، وعفت نصار يحصلها بيلعبها عاليه وبدماغه احمد الشاذلي وطالع البلعوطي ويطلعها خالد ابو الفتوح. الزمالك بقاله دقيقتين هاجم الزمالك، وكرة مع حماده عبد اللطيف،
وماشي، لكن معاه طه السيد ويطلعها من قدامه بره رمي التماس لنادي الزمالك. هشام ابراهيم الباك الشمال، احمد حسن المشائي ويعدي المشائي، ومعاه اسماعيل يوسف ياخدها اسماعيل، وماشي اسماعيل من ناحيه الشمال المره دي لحماده عبد اللطيف برده ناحيه الشمال حماده، ولعبها طويله اماميه وطالع البلعوطي بيمسكها قبل جمال عبد الحميد. البلعوطي بايده يوقفها ناصر التليس قبل ما تطلع بره لعصام حسين الباك اليمين لناصر التليس. لا لا حلوه، هو واحمد حسن وناصر التليس، وناصر التليس اوفر جامده تطلع بره، جامده تطلع بره، ضربه مرمى لنادي الزمالك. ايمن طاهر هيلعب ضربه المرمى، وعلى ساعتي انا حوالي 11 دقيقه تقريبا من الشوط الثاني. الكره مع احمد حسن ناحيه اليمين، ماشي احمد وبيلعب اوفر عرض واطيه تروح لاسماعيل يوسف من طارق يحيى، ماشي اسماعيل، ماشي اسماعيل وبيغير جمال عبد الحميد بيجي ناحيه اليمين، بيروح احمد الشاذلي ناحيه الشمال عشان يعملوا خلخله في دفاع المحله، بتروح الكره لعفت نصار بيلعبها عرضيه لاشرف قاسم هتاخد هو واحمد الشاذلي، لكن داخل محمدي صالح، بتروح الكره خطره لخالد عيد، ماشي خالد عيد لعبها على يمينه لاحمد حسن وهجمه مرتده للمحله وعرضيه وبيطلع ايمن طاهر، وكان في اثنين لعيبه على اثنين لعيبه، كان موقف خطر جدا على دفاع الزمالك، لكن ايمن طاهر برافو يا ايمن يمسك الكره العرضيه بتاعت احمد حسن، والمباراه سريعه جدا والكره هجمه في ثانيه بتتنقل في نص ملعب المحله عند طارق يحيى، ويا دوبك بنلاحق اللعبه ونلاحق اللعيبه، وتطلع الكره بره رمي التماس لنادي الزمالك. حماد عبد اللطيف بيلعبها لاشرف قاسم اللي فوتها لنفسه، ويغير الملعب لاحمد الشاذلي اللي بيرجعها لمدحت مكي، مدحت مكي بيلعبها عاليه داخل منطقه الجزاء، ولسه الكره عاليه وطالع البلعوطي وبيخش يمسكها قبل جمال عبد الحميد. بلعوطي اوف سايد، طبعا اوف سايد واضح جدا احمد حسن. 12 دقيقه من الشوط الثاني، وكانوا 12 دقيقه في منتهى السرعه والاثاره من الفرقتين. عصام حسن بيجلي كوره، لكن حسن حظه بصابر عيد مغطيه ورجع كوره للبلعوطي. بلعوطي ما شاء الله بايده واوف سايد احمد حسن، رايه من سمير شعبان اللي ماسك، سمير شعبان في الشوط الثاني ماسك فراوده المحله، واحمد طه ماسك فراوده الزمالك. المحمدي بيرجع كوره للبلعوطي، خالد كرم للتليس، ناصر التليس، ناصر التليس لعصام محسن، ماشي عصام ماشي بيعدي من اللاعب وبيقع ويفاول على هشام ابراهيم، ماشي كان عصام محاسن بياخد فاول، ضربة حرة مباشرة لنادي المحلة. لكن المباراة جميلة وممتعة، ولا شك ان حضراتكم مستمتعين بيها امام اجهزة الشاشة الصغيرة، بجانب اللي بيحضروها هنا من جمهور المتفرجين حوالي 25,000 متفرج تقريبا. والفاول لصالح المحلة، وشايف صابر عيد وعلى يمينه احمد حسن ومعاه ناصر التليس، وهنشوف فرقه الزمالك كلها راجعه ما عدا جمال عبد الحميد واحمد الشاذلي، والفاول على بعد حوالي 10 ياردات من خط منطقه الجزاء، وبيشوط شوطه جامده تخبط في الحيطه وياخدها حماده عبد اللطيف، ماشي حماده ويلعبها لاحمد
الشاذلي اللي بيرجعها لمدحت مكي، لاسماعيل يوسف، لاشرف قاسم، واشرف قاسم بيلعبها لحماد عبد اللطيف، وحماد عبد اللطيف بيلعبها داخل منطقه الجزاء وطالع البلعوطي، وبرده البلعوطي مع جمال عبد الحميد لكن قريبه منه الكوره، ولذلك بيكمل مره ثانيه وبيطير ويمسكها البلعوطي. عفت نصار بيخلص كوره لنفسه كويسه وتطول منه وتروح، وكوره خطره لان ناصر التليس رافع رجله. وفي لاعب عماد صلاح شايف بيسخن على الخط، عماد صلاح نعرفين ان احمد الشاذلي اشترك في الشوط الثاني من بدايته مكان رضا عبد العال، والفاول طارق يحيى داخل منطقه الجزاء وتروح لجمال عبد الحميد بدماغه وتصلح قدام عفت نصار، لكن بيحط رجله وتروح الكره ضعيفه، واحد من دفاع ومحمدي صالح حاطط رجله وخلى الكره تروح ضعيفه للبلعوطي. خالد ابو الفتوح كرم نمرة 2 طويلة أمامية عند هشام إبراهيم، بديها لحمادة عبد اللطيف اللي راجع يستلم الكرة من خط الضغط بيلعبها لمدحت مكي، مدحت مكي ماشي للداخل ومون حد إسماعيل ومشي وعدى من واحد واثنين وثلاثة وتطول منه وتروح لنصر التليس، وتروح الكرة لإسماعيل يوسف اللي تطول منه لكن بياخدها مدحت مكي وتروح لحماده عبد اللطيف في مركز الوينج اليمين، وحماده عبد اللطيف يلعبها لمدحت مكي لاشرف قاسم لهشام يكن لهشام ابراهيم لاسماعيل يوسف، ماشي اسماعيل يلعبها لحماده عبد اللطيف طويله اماميه جمال عبد الحميد بدماغه، وبينط خالد كرم يطلع الكرة ياخدها احمد حسن راجع يلعبها لعصام حسن يلعبها اماميه، هات وخد بين خالد عيد واحمد حسن لكن بتطلع الكرة بره اوت، رمي التماس لنادي المحل. التغيير الثاني لنادي الزمالك هيطلع عفت نصار وهينزل عماد صلاح، حوالي 17 دقيقة من الشوط الثاني وما تزال النتيجة تقدم نادي المحلة بهدف للاشيء جابه المشائي في الدقيقة 43 من الشوط الأول. عصام حسن رمي التماس لنادي الزمالك في نص ملعب نادي الزمالك، فاول مدي فاول جنب الخط ناحية العكسية. عماد صلاح اول كرة يلعبها ماشي ناحية الشمال يلعبها عرضية حلوة لطارق يحيى، وقفها كويس طارق ويلعبها عالية وحل الجول لكن بيطلعها طه السيد الى خالد عيد، وفاول على مدحت مكي. كل ما بيمر الوقت المباراة بتاخد طابع العصبية، حوالي 18 دقيقة من الشوط الثاني وما تزال النتيجة تقدم المحلة بهدف لا شيء جابوا المشاهد في الدقيقة 43، وكرة مع جمال عبد الحميد وماشي جمال بيخطفها من قدامه طه السيد، لكن أنا شايف إن في مفاتيح هجومية موجودة دلوقتي في فريق نادي الزمالك. احمد الشاذلي بيلعب ناحيه اليمين، جمال عبد الحميد في النص، وطارق يحيى ناحيه الشمال، ومن وراهم عماد صلاح واسماعيل يوسف، كل دول مفاتيح هجوميه في فريق نادي الزمالك. هنشوف 26 دقيقه اللي فاضلين من الشوط الثاني ايه اللي ممكن
ممكن يسفر عنه هذا اللقاء. ضربة مرمى لنادي الزمالك هيلعبها أيمن طاهر، لعبها عند عصام حسن الباك اليمين لنادي المحلة اللي جاي يلعبها بدماغه، بتطول منه وتطلع بره رمي التماس، يلعبها هشام إبراهيم لأشرف قاسم لهشام يكن، هشام يكن نازل له إسماعيل يوسف ونازل له حماد عبد اللطيف، لكن لعبها في الحتة الفاضية عند أحمد الشاذلي اللي خدها من المحمدي، لكن محمدي لعب لعبة فرملة وراجع خالد عيد بيساعد ويطلع كرة بره أوت، حسبت فاول ولعبها مدحت مكي ودخلها بالمره ومسكها البلعوطي على مرتين. برافو يا جمال عبد، لعبها جمال عبد الحميد في حته صعبه جدا جدا، لكن البلعوطي اتخلق لها ويصدها على مرتين. اخطر هجمه تقريبا للزمالك في الشوط الثاني الدقيقه 20، ضربة رأس قوية جدا من جمال عبد الحميد لكن البلعوطي مسكها. ناصر التليس لخالد ابو الفتوح، طويلة امامية عند هشام ابراهيم واحمد حسن، ياخدها هشام ابراهيم ويلعبها لحمادة عبد اللطيف، ماشي حمادة، بيلعبها لعماد صلاح، لحمادة الى طارق يحيى في الشمال، وطارق يحيى اوفر جميله بدماغه جمال عبد الحميد، هو جول 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 جمال عبد الحميد بدماغه في زاويه قاتله يجيب جول التعادل في الدقيقه 21. جمال عبد الحميد دقيقه 21 من الشوط الثاني بيجيب هدف التعادل لنادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك اللي مالية المدرج الجنوبي تقريبا، نشوف نادي طارق يحيى الاوفر ودماغه جمال عبد الحميد، ممكن في الصدر. ان مفاتيح هجوميه كتيره ضمن فريق نادي الزمالك، وحماد عبد اللطيف بياخدها صابر عيد على صدره، طويله اماميه احمد حسن هو وهشام ابراهيم، ماشي احمد حسن لسه الكره معاه بيلعبها على العرضيه ومفيش حد، بتعدي الكره مفيش غير مدحت مكي، ماشي مدحت طويلة لقدام لطارق يحيى اللي بيغير مكانه وجاي هنا ولاعبها عكسية عند عماد صلاح ومع عصام حسن، بياخدها عماد صلاح، ماشي عماد وخالد كرم، ناصر التليس طويلة لقدام عند احمد حسن واشرف قاسم، كره مشتركه لكن اشرف قاسم بيحصلها ويرجعها لايمن طاهر. برافو يا اشرف، هي اشرف قاسم لعيب لعيب لعيب. اسماعيل يوسف المباراه في قمه الاثاره والسرعه، وفات حوالي 23 دقيقه من الشوط الثاني، وادي اوفر ثاني من طارق يحيى والكره بتقع من البلعوطي، والبلعوطي بيشترك مع الشاذلي ورايح له محمد حسام، محمد حسام بيكلم البلعوطي، المباراه ماشيه كويس، بيديله انذار قرد اصفر للبلعوطي، لسه احمد الشاذلي واقع. كان مشترك مع البلعوطي في الكوره اللي فاتت ديت، والحكم مدي الفاول وحاسب الفاول، خلاص اللعيب ما دام خد حقه
بمعرفة القانون عليه ان هو لا يتصرف اي تصرف ازيد من اللازم. ملوطي لاعب مباراة كويسة. لسه احمد الشاذلي بيتعالج يعني شايف وهايم سليم اهو الحمد لله. وعلى ساعتي انا فات حوالي 24 دقيقة من الشوط الثاني. وباقي 21 دقيقة على نهاية المباراة. النتيجة المحلة 1 الزمالك 1. كان المشائي جاب جول المحلة في الدقيقة 43 من الشوط الأول. وجاب جمال عبد الحميد هدف التعادل لنادي الزمالك في الدقيقة 21 بضربة رأس البلاوطي. لعبها بإيده عند خالد أبو الفتوح. لعبها لخالد عيد. لخالد أبو الفتوح. وخالد أبو الفتوح بيلعبها على يمينه لأحمد حسن. وأحمد حسن بيلعبها أوفر بيطلعها هشام يكن بدماغه وتروح لناصر التليس هتاخده هو وخالد عيد. وداخل منطقة الجزاء هو أشرف قاسم. بيقفل لغاية لما الكورة بتروح ل الايمن طاهر. واشرف قاسم هو اللي عامل الهجمه عامل ماتش كبير قوي اشرف الحقيقه. وباصه حلوه من جمال عبد الحميد لعماد صلاح برجله الشمال مباشره لكن تطلع كوره بره ضربه مرمى لنادي المحل. 26 دقيقه وباقي 19 دقيقه على انتهاء المباراه. ومن بدايه الشوط الثاني واحنا بنقول لحضراتكم ان المباراه اما في الاثاره وهجمه هنا وهجمه هنا. لكن نادي الزمالك كان في تصميم من بدايه الشوط الثاني ومفاتيحه الهجوميه اللي موجوده في الملعب متمثله في اسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد والشاذلي وعماد صلاح وطارق يحيى. نشوف طارق يحيى بيلعبها على شماله اوف سايد احمد الشاذلي. لعب الكره على طول عصام محاسن لخالد عيد طويله لخالد ابو الفتوح لكن بياخدها هشام ابراهيم بيعليها وضربه خلفيه مزدوجه من هشام يكن تروح لطه السيد للمحمدي صالح. محمدي لناصر التليس. التليس لاحمد حسن ناحيه اليمين واحمد حسن بيلعبها عاليه بدماغه بيطلعها دفاع الزمالك وتروح للتليس ومعاه اسماعيل يوسف بيلعبها على يمينه لخالد ابو الفتوح لاحمد حسن تاني احمد حسن واحمد حسن بيلعب الكوره تخبط في عماد صلاح وتطلع بره رمي التماس لنادي المحله. احمد حسن عامل شغل جامد قوي من ناحيه اليمين وفاول على عماد صلاح. فاول على عماد صلاح احمد حسن هيلعب الكوره من ناحيه الشمال من ناحيه اليمين بالنسبه للمحله ومن ناحيه شمال منطقه جزاء نادي الزمالك. صابر عيد حيطة مكونة من طارق يحيى وعماد صلاح ولعبها حلوة والتليس بدماغه ولكن الكورة بتعدي من تحت رجل مدحت مكي وتطلع كورنر من ناحية الشمال. حوالي 28 دقيقة من الشوط الثاني. محلة 1 الزمالك 1. كورنر من ناحية الشمال. محمدي صالح هيلعب كورنر وطالع ايمن طاهر ماسكها على طول. ايمن طاهر عاليه الشاذلي بدماغه جمال عبد الحميد طه السيد
ومعاه حماده عبد اللطيف ياخدها طه السيد. مدحت مكي لاسماعيل يوسف ومعاه طه السيد. اسماعيل يوسف ياخدها لنفسه والشاذلي بيلعبها ويعدي الشاذلي ناحيه اليمين وماشي للداخل بيلعبها عكسيه لكن عصام حسن بدماغه. ناصر التليس وهشام ياكن بيطلع كوره جامده عكسيه تطلع بره رمي التماس لنادي المحل. عصام حسن الباك اليمين. خالد ابو الفتوح. عصام حسن خالد ابو الفتوح وعلى يمينه حلوه لناصر التليس وناصر التليس ماشي معاه اشرف قاسم يحط رجله اشرف قاسم. يا سلام يا سلام يا اشرف اوفر عاليه وطالع ايمن طاهر بيمسكها من قدام المشاعي. على ساعه حوالي 30 دقيقه من الشوط الثاني وباقي 15 دقيقه على نهايه المباراه. صابر عيد بيعلي ويسيب الكرة هشام ياكن تروح لأيمن طاهر وأيمن طاهر بإيده على طول لأشرف قاسم لحمادة عبد اللطيف. حمادة عبد اللطيف الشاذلي لكن بيطلعها المحمدي صالح وتاخد وياخد نادي الزمالك اوت رمي التماس هيلعبوا مدحت مكي وأشرف قاسم لأيمن لهشام ياكن. ماشي هشام ياكن لأشرف قاسم وإسماعيل يوسف لمدحت مكي طويلة أمامية محمدي صالح بدماغه بيلعبها لخالد عيد لناصر التليس لكن جاي له حماده عبد اللطيف ويديها لجمال عبد الحميد وياخد منه تاني ويلعبها عكسيه لكن راجع خالد كرم وبيباصي الكوره بيرجعها للبلعوطي. بلعوطي بايده على طول لطه السيد ومعاه جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد برده النهارده عامل مجهود كبير قوي. خالد كرم يلعبها لصابر عيد لناصر التليس. ناصر التليس في كل مكان في الملعب. ناصر التليس في كل مكان في الملعب دفاع وهجوم وفي كل مكان لاعب مجهوده جامد جدا ولاعيب كويس قوي قوي الحقيقه ناصر التليس. ومعاه احمد حسن ناحيه اليمين هو وهشام ابراهيم بيرجعها لعصام حسن وهتاخد هو وخالد ابو الفتوح. خالد ابو الفتوح عرضيه وطالع ايمن طاهر وتقع كره وراح لها المشاعي لكن برافو يا ايمن. ايمن طاهر حط ايده في الوقت المناسب قبل ما يحصلها المشاعي وهجمه مرتده وتروح لصابر عيد وصابر عيد يحاول يحصل الكوره قبل ما تطلع بره لكن تطلع بره كوره وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك اللي هيلعب الاوت. حماده عبد اللطيف لهشام ابراهيم. ايمن طاهر شفنا ايمن طاهر طلع وحاش كوره خطره جدا جدا اللي فاتت ديت كان رايح لها المشاي. خالد ابو الفتوح لاعب خط وسط بيلعبها لنصر التليس ونصر التليس بيلعبها للمشاعي. مشاعي ماشي ماشي المشاعي ولعبها بيطلع ايمن طاهر وتخبط في لاعب المشاعي بيلعبها برجله الشمال تطلع كوره بره ساقطه بتخبط في لاعب وتطلع الكوره ساقطه. اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف لولا وجود اسماعيل يوسف كانت الكوره هيلعبها بحريه اكتر المشاعي. وكورنر من ناحيه الشمال وطلعها اشرف قاسم. محمدي صالح ماشي المحمدي ومعاه احمد الشاذلي وبرجله الشمال عرضيه تروح لاشرف قاسم لمدحت مكي.
حوالي 34 دقيقة من الشوط الثاني، وفي فاول على خالد أبو الفتوح. 34 دقيقة من الشوط الثاني وما تزال النتيجة تعادل المحلة والزمالك بهدف لكل منهما، وتتلعب الكرة على طول لطارق يحيى. طارق يحيى عدية وبدماغه صابر عيد، بيكملها خالد كرم، عصام حسن، وماشي عصام بيلعبها لأحمد حسن لخالد عيد. خالد عيد من ناحية اليمين داخل منطقة الجزاء وبيلعبها عرضية و المشاعي، وطالع أيمن طاهر وبيشترك معاه عصام حسن الباك اليمين، وفاول على عصام حسن. هجمة كانت في منتهى الخطورة والمباراة في قمة الإثارة، ويا دوبك بنعرف ناخد نفسنا بالعافية وبنلاحق الكورة من الجول ده للجول ده. حوالي 35 دقيقة من الشوط الثاني، والجمهور اللي موجود هنا بيتابع هذه المباراة باستمتاع كبير جدا، وكل لاعب في الملعب بيلعب على الكورة وبيبذل أقصى مجهود رجولي داخل الملعب. طه السيد بيرجع كورة للبلعوطي، والبلعوطي جاي جمال عبد الحميد بيخبط كان مندفع، وقع جمال عبد الحميد لكن سليم. هيقوم هجمة مرتدة من ناحية اليمين ناصر التليس وبيلعبها جامدة، بيلعبها جامدة. كان في ثلاثة معاه خالد عيد ومعاه المشائي، اثنين من المحلة واثنين من دفاع الزمالك، هشام يكن واشرف قاسم، وده يدل على ان الهجمات المرتدة خطيرة جدا اللي كان موجود من دفاع الزمالك اشرف قاسم وهشام يكن، اثنين على اثنين، وده موقف بيبقى في منتهى الخطورة خصوصا داخل منطقة جزاء الخصم. رمي التماس لصالح نادي المحلة، بيلعبها خالد أبو الفتوح للمحمدي، لخالد أبو الفتوح تاني، بيلعب الكورة عالية داخل منطقة الجزاء، وطالع أيمن طاهر يمسك الكورة على طول. مدحت مكي باك اليمين لنادي الزمالك، بيلعبها لجمال عبد الحميد اللي راجع في نص ملعبه، بيلعبها لحمادة عبد اللطيف، بيلف حمادة عبد اللطيف ومعاه خالد أبو الفتوح ماشي من ناحية اليمين، بيلعبها عرضية حلوة وتم وطارق يحيى، لكن بتوصل الكرة للبلعوطي وبيدي الفرصة، كان ممكن تبقى لعبة خطرة على طارق، رفع رجله شوية لكن مدام راحت للبلعوطي بيمشي اللعب محمد حسام. طويلة أمامية خالد عيد وصلاحها وداخل ولعبها، فرصة كانت من خالد عيد لوحده بتعدي يا دوبك جنب القائم الشمال، سنتيمترات قليلة جنب القائم الشمال، صلحها لنفسه حطها تحت كنترولو، وأهو خالد عيد وحطها برجله الشمال بره القائم بسنتيمترات، وحوالي 37 دقيقة من الشوط الثاني. وأدي محمود سعد مدرب نادي الزمالك واقف بصحصح فرقته شوية، لأن دلوقتي دخلنا في الوقت القاتل من المباراة، اللحظات الحرجة السبع دقايق اللي باقيين دول. حماد عبد اللطيف وطالع جمال عبد الحميد وطالع البلعوطي، وفي راية من أحمد طه وصفارة من محمد حسام الحكم الدولي، ومدي أوف سايد ضربة حرة غير مباشرة. خالد أبو الفتوح ماشي، خالد بيلعبها لنصر التليس، ماشي نصر التليس لكن عماد صلاح، وتتخطف وياخدها اسماعيل يوسف، ماشي اسماعيل، ماشي من ناحية الشمال ولعبها بينية لطارق يحيى، وطارق يحيى بيلعبها على طول لكن يوقفها صابر عيد اللي بيلعب ليبرو نادي المحلة، و
اللي بيمثل الامان لخط ظهر المحله، وتتلعب الكره على طول لاحمد حسن، وهشام بيخطفها قبل ما توصل لاحمد حسن ويرجعها بجوز الجزمه لايمن طاهر. مباراه سريعه سريعه سريعه. اسماعيل يوسف تاني بيعدي، اسماعيل ماشي وخطواته واسعه، اسماعيل وبيعدي وبيلعبها بينيه لطارق يحيى، لكن بتخبط في صابر عيد وتروح تاني لاسماعيل يوسف اللي بيلعبها لحماده عبد اللطيف، وحماده بيرفع كره عكسيه تروح لعماد صلاح ياخدها برجله الشمال حلوه ويلعبها في حته فاضيه لاحمد الشاذلي ومعاه محمدي، وتخبط وتطلع الكوره بره اوت، ضربه مرمى لنادي المحله. في لاعب واقع عنده جايله كرام من المحله، طه السيد الحقيقه برضه طه السيد عامل مجهود كبير، كل لاعب في الفرقتين عامل مجهود كبير جدا جدا بلا استثناء وبلا تحديد لاي اسم من ال 22 لاعب اللي موجودين في الملعب هنا. مباراه الشوط الثاني بالكامل، اثاره كامله فيه 40 دقيقه منه لغايه دلوقتي، وباقي 5 دقائق، 40 دقيقه في منتهى الجمال ككره قدم حقيقيه، لعب مفتوح. احمد حسن والاوفر بيعدي، وبرافو يا ايمن طاهر. ايمن طاهر بيقطع الكوره قبل ما توصل لخالد عيد. مدحت مكي الباك اليمين بيلعبها بالعرض، وعصام حسن ببطن رجله لخالد ابو الفتوح. خالد ابو الفتوح بيلعبها عند المشائي، لكن بتيجي في ايد مدحت مكي، و نقدر نقول بقى انها مش بتيجي في ايد مسكها مدحت مكي، ولذلك خد انذار من محمد حسام، تبقى ضربه حره مباشره لنادي المحله. هيلعبها ناصر التليس، هيسيبها كالمعتاد لصابر عيد اللي لعبها لعصام حسن الباك اليمين. حوالي 41 دقيقه من الشوط الثاني، ماشي عصام حسن ماشي وعايز يلعبها بينيه، لكن هشام ابراهيم بيقطعها، وكره مشتركه بين اسماعيل يوسف و عصام حسن، وتروح كرة لجمال عبد الحميد، على يمينه حماد عبد اللطيف معاه طه السيد، ياخدها حماد عبد اللطيف وبيلعبها لاحمد الشاذلي، ماشي احمد الشاذلي للداخل بيسيبها لاسماعيل يوسف، وناحيه اليمين حلوه لحماد عبد اللطيف، وحماد عبد اللطيف بيلم داخل منطقه الجزاء وماشي ناحيه اليمين ولعبها عرضيه، وبيطلع البلعوطي ومعاه احمد الشاذلي، وتلعب الكره على طول لخالد عيد لناصر التليس، وماشي ناصر ولعبها جميله للمشائي، لكن خالد لكن هشام ياكن مغطي، وتطلع كره بره رمي التماس للمحله. محمود المشائي ناحيه شمال برجله الشمال بيلعبها ويطلعها هشام ابراهيم، وده السليم اللي عمله هشام ابراهيم لان ظهره للملعب ومش شايف ايه اللي ممكن يحصل وراه، فبيلعب بمبدا السلامه وبيطلع الكوره بره كورنر. مجهود كبير جدا عملوا الفرقتين وخصوصا لاعبي خط الوسط، ونصر التليس بيلعب الكوره و بتتلعب الكرة بدماغه، بيلعبها المشائي بدماغه، وبرافو ايمن طاهر. ايمن طاهر بيمسكها على ساعتي انا 43 دقيقة من الشوط الثاني، واحد المحلة واحد الزمالك، جاب جول المحلة المشائي في الدقيقة 43 من الشوط الأول، وجاب جول الزمالك جمال عبد الحميد في الدقيقة 21 من الشوط الثاني. كرة عند طه السيد وتخبط في حماده عبد اللطيف وتطلع بره، رمي التماس لنادي غزل المحله، بيلعبها المحمدي صالح، خالد ابو الفتوح، بتيجي كرة في رجل جمال عبد الحميد. شوف جمال عبد الحميد راجع دلوقتي، حوالي 44 دقيقة من الشوط الثاني. محمدي
زي عدي المحمدي، لكن تطلع منه الكرة بره وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك. 44 دقيقة باقي على ساعتي، دقيقة على انتهاء المباراة، وما زالت المباراة على سرعتها وعلى إثارتها رغم ان فاضل وقته. يطلع الكرة لطريح، وطريح يجي يشوط شوطة جامدة. لو طارق وطى على الكورة شوية كان يبقى فيه، بقول لحضراتكم لسه بنقول ان لغاية اخر دقيقة المباراة فيها إثارة وفيها هجمات واللعب مفتوح، وهجمة هنا وهجمة هنا. وطارق يحيى الدقيقة 44 ونص تقريبا يكاد يكون منفرد، لكن بيلعب الكورة عالية. البلعوطي بيلعب بإيده الكورة لخالد كرم، صابر عيد وبيرجعها خالد كرم. تقريبا انتهى الوقت الاصلي للمباراة، وفي ضربة حرة غير مباشرة لاحمد الشاذلي حايش البلعوتي من انه يلعب الكورة. لعب الكورة على طول البلعوتي، بيشوط برجله عالية بتعدى بدماغه عالية، وطالع جمال، راجع جمال عبد الحميد، طه السيد، وتروح عن خالد ابو الفتوح، ولعبها عرضية والمشاعي، ومعاه مدحت مكي بيشترك معاه، ورجله عالية المشاعي، وضربة حرة، لعبة خطرة، لعبة خطرة، ضربة حرة غير مباشرة لصالح نادي الزمالك. واقع المشاعي ونازل له رجال العلاج الطبيعي، لكن زي ما شفتوا حضراتكم يمكن ال 45 دقيقة بتوع الشوط الثاني مشوا ما حسيناش بيهم من الإثارة والمتعة اللي شفناها هنا من الفرص ومن كرة القدم الحقيقية، والفرص اللي كانت بتتخلق للفرقتين على مدى ال 45 دقيقة مرة هنا ومرة هنا. ولسه المشائي واقع، ونرجو ان هو يكون سليم. وفي لاعب من المحلة على الخط واقف معاه الكابتن عبد الرحيم خليل، هنشوف عبد العظيم الشورى نمرة 11. مشائي طلع بره بيتعالج خارج الملعب، وشايف انا رجال العلاج الطبيعي بيقولوا انه يتغير، ان شاء الله يكون سليم. وعبد العظيم الشورى نمرة 11 هيلعب مكان المشائي. الضربة حرة غير مباشرة اللي كان فيها محمود المشائي وكان مشترك معاه مدحت مكي، طبعا غير مقصودة اللعبة. وأيمن طاهر بيلعب الكورة بره، رمي التماس لنادي غزل المحلة. على ساعتي أنا تقريبا دقيقتين من الوقت بدل الضايع، وبيصفر كابتن محمد حسام الحكم الدولي بانتهاء هذه المباراة الممتعة، والتي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها خلال شوطيها. وزي ما شفتوا حضراتكم وتابعتوا انتهت المباراة بتعادل الفريق.